حديثنا بشكل أكبر عما تشتمل عليه توصيات الحوار الوطني والتي أحلها الرئيس السيسي للحكومة لمناقشتها واتخاذ اللازم فيما يتعلق بتطبيقها. هو الحقيقة الأول بس عايز أقول إنه ما تم من قبل فخامة الرئيس ولجنة الحوار الوطني في صدد الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية والعدالة الجنائية هو تأكيد مرة ثانية إن الحوار الوطني له أهمية كبيرة جدا، ومخرجاته الحقيقة بيتأمل فيها وفقا لما تم الاتفاق عليه، يا إما تحل البرلمان للتشريع أو تحل الحكومة للتنفيذ، وده اللي تم في بصدد الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية المعتدلة أو العادلة. نعم. الحقيقة الحبس الاحتياطي برضو ما تم حوار أضيقاته في الحوار الوطني هو لتوضيح يعني الحبس الاحتياطي ليست عقوبة. وبالتالي هو ده اللي كان الحوار الوطني من كل الأحزاب ومن كل الكتل السياسية ومن كل الحقوقيين كان عايزين نصل إلى أنه ليست عقوبة ولكنه تحفظ. يعني من الأفضل أن يطلق عليه تحفظ وليس حبس. لأنه له حاجات كتير قوي إذا كانت التهمة يعني تبدو دامغة لكن لسه الإجراءات لم تتم، فبيتم التحفظ على المتهم خوفا من بعض الأشياء اللي هي التحويل أو العبث في ملفات القضية أو الهرب أو الهروب أو أو أو. لها بدائل، وده اللي طرحه الحوار الوطني للحبس الاحتياطي. وأيضا مدة الحبس الاحتياطي كان في إصرار ونص على أنها لا تكون مفتوحه، لان هي دي ليست عقوبه ولكنها تحفظ لحين الانتهاء من العقوبه. ومن ثم كمان في جزء ثاني هو التعويض للمحبوس احتياطيا اذا كان هذا الحبس الاحتياطي قد تم خطا. دي برضه نقطه مهمه جدا، لانه ممكن جدا جدا بعد الحبس الاحتياطي او هذا التحفظ اللي انا بصر عليه انه تحفظ وليس حبس، اذا تم ايضاح بشكل واضح جدا ان المتهم بريء فلا بد من تعويضه عن هذه المده. كل هذه الامور نص عليها الحوار الوطني من 23 يوليو لغايه الفتره الاخيره، ورفع توصياته ب 20 توصيه تم الاتفاق عليها تماما بين القوى السياسيه الموجوده وبين الاحزاب وبين الحقوقيين الموجودين في الحوار الوطني، ورفعت الى فخامه الرئيس. الحقيقه سرعه كمان الاستجابه وتوجيه النهارده سياده الرئيس للحكومه بسرعه تنفيذ واقرار وتطبيق هذه المبادئ او هذه الامور التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، ايضا هو نوع من التناغم ما بين مخرجات الحوار الوطني بكل القوى المشاركه فيه وبين الجهاز التنفيذي اللي هيبدا ينفذ هذه المبادئ. هل يمكن يا دكتور ان نقول ان هذه التوصيات هي توصيات تاريخيه، خاصه فيما يتعلق بالجزئيه الخاصه بالتعويض في حاله الحبس طبعا بشكل خاطئ؟ والى اي مدى الاستقرار السياسي والأمني الذي أصبحنا نعيشه الآن كان واحد من أسباب الوصول لهذه التوصيات؟ بدون شك الوصول للاتفاق والتوافق على حدود وبنود وتعويض من يحبس احتياطيا إذا ثبت براءته أو ثبت أنه لم يقم بهذه التهمة، ده شيء تاريخي بيسجل في مصر الحقيقة لأول مرة، وده حاجة مهمة جدا جدا، وأعتقد أنها هتعطي مجال ومناخ سياسي اوسع ومجال للحريات اكثر ومجال لحقوق الانسان اكثر بكثير جدا. فاحنا قدام يعني نقول تحول تاريخي فعلا في مساله العداله الجنائيه والحبس الاحتياطي على وجه التحديد. الى اي مدى هذه القرارات مؤثره فيما يتعلق بممارسه العمل السياسي في مصر وايجاد هذه الاريحيه في التعامل في المجال السياسي؟ بدون ادنى شك يمكن كان معظم المطالبات من كل القوى السياسيه ومن كل الاتجاهات ومن الحقوقيين هو بالذات الحبس الاحتياطي على جريمه نشر مثلا خبر سياسي او حديث سياسي او يعني حبس سياسي على رايهم او كده. ده اللي هيحدد في الفتره اللي جايه، هيعطي حريه للسياسيين وحريه للحقوقيين وحريه لكل الناس انها تقول ما لديها بدون خوف من هذا الحبس الاحتياطي اللي كان بيمتد الى مده طويله، وبعد في الاخر بنطلع يقال انه المتهم بريء ولا يعوض. الحدود اللي محطوطه دي كلها بتضمن ممارسه حياه سياسيه بنوع من اللي نقول نوع من الاريحيه، وفي نفس الوقت ممارسه حياه سياسيه بنوع من عدم الخوف، وممارسه حياه سياسيه
الى حد كبير جدا بتعود على مصر وعلى الامه باستقرار سياسي هيبقى واضح للعيان. شكرا جزيلا دكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر.